السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناة، مناسبة يعني اقتراب ان شاء الله العيد الصغير. الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. جيت لكم بهذا البلاطو مشكل زوين بزاف، يعني بالالوان وبالاشكال تيعطي العين كيف ما تيبان لكم. صايبت لكم بسبعة ديال الشكيلات، واحد ما كيشبهش الاخر، وبطريقة اللي هي مبسطة وزوينة بزاف واقتصادية. يعني بلاطو كانت صايبوه يعني في وقت وجيز، يعني في نهار واحد ولا في نص النهار غادي تصايبوا بلاطو زوين بزاف وخي كيخرج كونتيتي كثيره. ماشي غير هذا الشيء، اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم ثلاثه تشكيلات ديال الحلوه، حلوه ديال القرقاع، وحلوه ديال يعني محنشه مقيت عين صغيورين، وحلوه ديال القهوه فنه بزاف. كونوا على يقين غادي تعجبكم. غادي نبداو بسم الله. غادي نحتاجو غادي نصايبو الحلوه ديال القرقاع، تتجي غزاله بزاف هاد الغريبه. غادي ناخدو 300 غرام ديال لابودغ داموند، يعني اللوز مطحون مزيان مع السكر. وغادي نحتاجو 100 غرام ديال القرقاع، وشويه ديال القرفه، شويه ديال النسمه تاعت اللوز صافي، وجوج معلقات ديال السنيده. غادي ناخدو داك القرقاع وغادي نطحنو، على قلت الله اكبر، غادي نطحنو حتى يتلكك. المهم ماشي يتلكك بزاف، مهم شويه، وداك السنيده غادي يبقى كنزيدها وانا كنطحن. من بعد ما كنطحن القرقاع وكنزيدو على اللوز، كنزيد معاه بيضه كيف ما تيبان لكم في الصوره. زدت معاه بيضه وخلطت مزيان، وغادي نزيد خماره ونص هكا صافي. غادي نزيدها وغادي نخلط كل شيء، وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. عاد ديك الساعه غادي نبدا نخدم بها. هي كتجي شي شويه كتلصق، ولكن بمساعده ديال الزهر ولا الماء راه دغيا يعني ما كتعذبناش بزاف. من بعد ما كنخليوها ترتاح كي قلت لكم 10 دقائق، كنديروا يدينا في الماء زهر، وكنحطوا حدانا سكر كلاصي سبيسيال ضروري باش كتجيكم فرقعه وزوينه صافي. وغادي نبدا ندير كويرات ونلوحهم في سكر كلاصي، وغادي ندير كميه يعني وفيره ديال سكر كلاصي من الفوق باش كيجيو مفرقعين مزيان، ما كيجيش غير ممسوح بالسكر صافي. وغادي نحطهم يعني في لاطه، ندخلهم للفضل نمشعل غير من الفوق، يعني نشعلو من الفوق حتى تطبق لينا وتفرقع، عاد ديك الساعه نشعلو عليها من تحت الطيب. ودابا غادي منين بنزوقهم غادي نزلو لهم قرقعه ولا لوزه ولا اللي عجبنا باش نهبطوهم. تاني وصفه غادي نصايبهم حينشات، يعني اما ممكن ديرهم كبيره ولا ديرهم هكا صغار وتقطعوهم دي طرونش. غادي ناخذ هنايا نص كيلو ديال اللوز، حتى هو مطحون مع السكر كلاصي ها هو كيف ما تيبان لكم. غادي نزيدو معاه نص كاس ديال الماء زهر، شويه ديال القرفه والزبده مذوبه تكون ما سخوناش بزاف، شويه ديال المسكه الحوضه، انا ديال العقده اللي كندير. بالنسبه للسكر ما دويتش لكم على الـ على الـ على بالنسبه للوز ما دويت لكمش على السكر، يعني مثلا درنا كيلو ديال اللوز غادي نديرو ربعه ديال سنيده، غادي نطحنوها معاه باش كيجينا ملكوك. يعني كاع هاد الوصفات اللي غادي تشوفوا معايا انا طحنه معاهم السكر ديالهم من الاول، داكشي باش دابا ما كتشوفونيش كنزيدو. الا نتوما ما كنتوش طحنينو من الاول زيدوا السكر على حسب الذوق ديالكم صافي. غادي نبدا تنزيد في الزبده، وغادي ندلكها مزيان بحال كنعجن في الخبز مع مسكه حوضه والزهر وشويه ديال القرفه صافي. وغادي نبدا كنخلط كلشي مزيان. دابا كتكون العقده ديالتي مجموعه، شوفوا ملي كطحنوها مع سنيده يعني كتجيكم ملكوكه ضروري. المحنشات ولا البريوات ولا الكعب ضروري خصها تكون يعني اللوز ديالهم خصو يكون ملكوك مزيان، يعني صافي اوتوماتيكمون غادي نبدا نخدم به. الطي ديال المحينشات كلشي كيعرف لي انا، بالنسبه لي كناخذها كنص ورقه وكنلصقها مع نص ورقه اخرى صافي. هنايا كندهن بالزبده مزيان، وغادي نبدا كنصايب هكا في اللوز. طريقه سهله وبسيطه بزاف وكتعطي نتيجه زوينه.
صافي. وهنايا دايره صفر ديال البيضه، كنسو دي لا سمحوا لي ماشي صفر ديال البيضه، دايره الدقيق والماء عفوا هو باش كنسودي. صافي هنايا كنديرهم في اللاطه ديريكت حتى تنساليهم كاملين وكندخلهم الفرن. صافي هنايا من بعد ما كنساليهم كندهنهم كاملين بالزبده والزيت مزيان، ضروري من هذه المرحله باش ما يجيوناش ناشفين وباش ما يقساحوش. صافي كندخلهم الفرن يكون مشعل من الفوق ومن التحت حتى يتحمروا، عاد ديك الساعه غادي ندير فوق منهم العسل. ضروري خصهم مباشره من يخرجوا من الفرن نكبوا فوق منهم العسل باش يتشرب وما نهزوهمش ديك الساعه نهائيا. هنا كتشوفوني كنعاود نزيد الزيت من الفوق، ضروري 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 من هذه المرحله. وكناخذ واحد الكيغدو كنبقى كنثقبهم باش ما يتطقوش. صافي دابا من بعد ما طابو هما باقيين سخان خديت العسل هكا كنزيدو عليهم. بالنسبه انا هذا اللي درت عسل منزلي يعني حتى شربوه مزيان، عاد خديت العسل الحر وشديتو كبيتو فوق منهم هكا كنسقي فوق منهم باش كيبقى المذاق ديالو باين وزوين بزاف، يعني عسل حر من الفوق راه ماشي بحال العسل العادي. صافي هكا كنبقى كنشربهم مزيان هما ملاصقين مع بعضياتهم وسخان، كنخليهم حتى تيبردوا وكيشربوا تقريبا شي 3 سوايع ولا 4، عاد كنشدهم كنقطعهم طيفات صغار، ممكن تدوا في كويغطات تخليهم هكا، تزيدوا فوق منهم لوز ايفيلي سكا غلاسي، مهم تزين كيبقى اختياري. المرحله المهمه هي هكا كتسقيوهم حتى تيشربوا باش كيجيو معلكين وزوينين ماشي تيجيو ناشفين. دابا ندوزو ان شاء الله الوصفه المقبله. تالت وصفه غادي نصايب واحد الحلوه زوينه بزاف بالمذاق ديال القهوه، كتجي فنه يعني واحد المذاق تيجي رائع بزاف صدقوني، يعني ما تخيلوش كيفاش تيجي واحد تجانس بين القهوه والشوكولاته، راكو عارفه كيفاش تيجي. هنايا خديت 300 غرام ثاني ديال اللوز مطحون مع سنيده بيان سور، يعني نتوما ما دايرينش سنيده نتوما ما طحنينش معها، غادي تزيدوها في هذه المرحله. هنايا زدت لاغوم ديال القهوه وزدت الزبده مذوبه والقيطات ديال الزهر، هذه هي العقده وغادي نبدا نخدم بها. غادي ناخذ واحد الحاجه، انا هنايا خديت المو ديال السيليكون باش كيعطيني شكل دائري، الا ما كانش عندكم غادي ديروا غير دويورات هكا يعني بيديكم هكا يعني قريصات بيديكم، ماشي ضروري هذا المو غير هذا كيعطي جوان يعني جوانب عليه تيكونوا مضبوطين. صافي غادي نديرهم بحال هكا يعني باش يعطوني شكل دائري، التزيين كيرجع لكم وكيكون هنايا انا مذوبه الشكلاط، انا ذوبت الشكلاط مع القهوه يعني زدت معاه واحد شويه ديال نسكافيه. وهنايا خديت هاد المو ديال الشكلاط على شكل قهوه على شكل فيه حبيبات ديال القهوه، كي قلت لكم ذوبت انايا الشكلاط مع يعني مع يعني قهوه سريعه الذوبان تكون من نوع جيد باش كتعطي ثاني مذاق كثر ديال القهوه. صافي هنايا كنبقاو كناخذوا يعني هذاك يعني سميتو اللوز اللي صايبنا دوائر وكندير فوق منه هاد الشكلاط، راه كيلصق دغيا ما كتلصقو بتا حاجه. صافي هذا هو الشكل، من بعد غادي نبودريه يعني بريون دابا تشوفوا باش يعطي شكل تاني زوين بزاف. صافي هنايا من بعد ما كملتهم كاملين خديت هنايا هاد يعني هاد الملمع البرونزي وخديت ملمع دوغي، يعني هادو اختياريين ماشي بالضروره باش نتوما ديروهم، هادشي انايا كنعطيكم غير فكره فقط، الا ما كانش عندكم غادي تخليهم غير هكا حتى هما تيجي الشكل ديالهم زوين. صافي هنايا درتهم في كويرطات وغادي نبودريهم كيف ما غادي يبان لكم، هادشي اختياري كيبقى المساله غير ديال التزيين فقط. وما المذاق كيجي هائل بزاف صدقوني، كيجي هذا المذاق ديال القهوه تجانس ديال الشوكولاته القهوه اللوز يعني ولا اروع، ان شاء الله غادي تجربوهم وغادي يحمروا لكم وجهكم، راه تيجيو زوينين بزاف. شوفوا هذا الملمع كي تيجي فيهم زوين، يعني كيعطي يعطيني اللون ديال القهوه هذا البرونزي. صافي هنا كان نجرب حاجه جات حاجه ما جاتش، بالنسبه لهاد العقيق ما باش يلصق صافي درت منه بنقص خليتهم هكاك سامبل. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتطيو في لي كومونتير شكيلات بساط واقتصادي وزوينين توجدوهم يعني في اخر لحظه ما كاينش المشكل.
هادو هما ثلاثة التشكيلات اللي صايبت معاكم اليوم. غدا ان شاء الله باذن الله غادي نحط لكم التشكيلات الباقيين. شكرا لكم بزاف وشكرا على المتابعه، وما تنساوش ملي لايك ولي كومونتير.